الرئيس أكد في أكثر من مرة أنه التدين بالخارج مرفوض واللي نحن ماناش مستحقين لحتى حد. والناس الكل نتذكروا الاستدعاء المرجعي العميق على وكالات التصنيف. أقيمك وأصنفك معنى تحولتك لبعض المؤسسات لأمك صنفها. لا، واللي يعجبك اللي كانت فما حلول مدروسة تتمثل أساسا في التعويل على قدراتنا الذاتية. دعوة إلى كل التونسيين إلى العمل، أراه باش نخلقوا الثروة ونعمل على رواحنا، وقادرين على العمل، قادرين على العمل. توا بالحق في العويمات اللي فاتوا عملنا على رواحنا وقطعنا جملة وتفصيلا مع الديون الخارجية، معناها كرني الكريدي مع الخارج نظيفة ولا أقوال لا أفعال؟ تحب تعرف؟ تبع الرشم. خلينا نتفهموا ساعة اللي الديون الخارجية اسمها على جسمها، معناها تونس قداش مسالة في فلوس من عند أطراف في الخارج. والله الرجل ده بيتكلم كلام زي الفل. وهذه فيها ثلاثة أنواع سيدي خويا، عنا ديون خارجية متعددة الأطراف، ولهنا التكويرة مع المؤسسات الدولية كما صندوق النقد ولا البنك الدولي. البول الثانية هي الديون الخارجية الثنائية اللي بيننا نحن وبين بلدان أخرى. وأخيرا ثم الديون اللي من عند بنوك أجنبية، ونحن أساساً عنا الأكثرية مع الزوز أنواع لولاني. أما رئيس الجمهورية قال لي الأطراف هذوما الكل ما حشناش بهم الشكارة والبحر. إيجا ناخذ الأمور ببساطة. في 2019 قيمة الدين الخارجي متاع بلادنا وصلت 20.6 مليار دولار، وفي 2020 و2021 كيما العالم الكل تلهينا في الأزمة الصحية. أما من بعد بقينا مكبشين في بحثنا متاع التعويل على الذات. بين 2022 و2023 الاقتراض الخارجي تفاقم ومن 7.6 مليار دينار ولا 10.6 مليار دينار، يعني زيادة بثلاثة مليار دينار. الاقتراض الخارجي لتونس تفاقم بثلاثة مليار دينار، أي من 7.6 مليار دينار سنة 2022 إلى 10.6 مليار دينار سنة 2023، وهو ما يعني أن الحكومة التونسية في سنة 2023 اعتمدت أساساً على الاقتراض الخارجي خلافاً للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية لخيار الاعتماد على الذات. وقادرين على العمل، قادرين على العمل. كيف نحكيه على التعويل على الذات، نورمالمون نعمل على رواحنا ونبعثوا الخارج، مش هكا؟ حسب تقرير منظمة أنا يقظ عنوانه وظيفة تشريعية في جلباب الرئيس، الأمور ما تسيرش هكا. الجدير بالذكر أن جميع مشاريع القوانين قد تمت المصادقة عليها بأغلبية معززة تتجاوز في غالب الأحيان 100 صوت، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي. وبالتثبت من مواضيع القوانين المصادق عليها، لوحظ أن أغلب هذه القوانين تتعلق خاصة بالاتفاقيات والقروض. لا الحق، أمور تعويل على الذات نهبلوكم مش لعب. كيف نحكيه على ديون متعددة الأطراف، معناها نحكيه على جهات دولية وإقليمية، ولهنا يبدأ الجو. في 15 مارس 2024 خذينا من عند البنك الدولي زوز قروضات بقيمة 520 مليون دولار، وفي 8 فيفري 2023 البنك الدولي وافقنا على قرض بقيمة 120 مليون دولار، وفي 3 مارس 2023 تحصلنا على قرض قيمته 280 مليون دولار من عند المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. حسيلو حابين على السيادة من الباب، يا أخي جاونا المانحين الدوليين من الشباك. به خلينا من الديون الخارجية متعددة الأطراف، زعما شنو جونا مع الديون الخارجية الثنائية؟ موقف قيس سعيد من التدين من الخارج واضح، أما بالكلام كهو، والمعادلة سهلة، يلزم نقولوا لا صندوق النقد الدولي. أما نتفتوا شوية من عند البنك الدولي ومؤسسات مانحة أخرى، ونتسلفوا من عند الشق المقابل للبلدان الغربية وأمك صنافة، على خاطر نحن نحبوا نمشوا للبريكس الساحبي. أما إيجا نشوفوا شنو نطرنا من عندهم دول البريكس. في 20 جويلية 2023 خذينا من عند السعودية قرض قيمته 500 مليون دولار، بر 2022 خذينا من عند فرنسا قرض بقيمة 200 مليون أورو. وبطبيعة هذا دليل على حاجتين: أولاً الدول اللي نتسلفوا من عندها ما عندها حتى علاقة بالبريكس، ومازلنا ما خرجناش من حكاية الاقتراض من الخارج كما قال الرئيس، معناها ما ألحقناش الفعل بالقول وحافظنا على السيادة. من الأخر التعويل على إمكانياتنا الذاتية كلمة حق أريد بها باطل. هو راهو باهي كيف نحب نحافظ على السيادة متاعنا، أما مش بالكلام كهو، على خاطر باقي نتسلفوا من عند الجهات الكل وعلى عجلة زادة. وبالوضعية اللي نعيشوا فيها نحن اليوم نجم نقولوا رسميا اللي السيادة مشات ورا معمل اليجور. جمعيات إماراتية تتصدق على الزواولة، وناخذوا في قروض من عند البنك الدولي وبرشا جهات مانحة أخرى.
هكا السيادة ولا بلاش؟ اي جو نيم با كوم مارش سور لي بي.